منذ إعادة افتتاحه في يناير من العام 2002 كملتقى للثقافات وموقع اتصال مركزي لحوار الحضارات، استقطب مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث شخصيات محلية وعربية وعالمية ساهمت في تواصل برامجه المتنوعة. وفي مدينة المحرق العريقة بماضيها الثقافي توالت المراكز النابعة من هذا المركز لتبرز للبحرين صفحات من تاريخها الحضاري الذي تفخر به وتعتز. بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي. ملتقى للكتاب والصحفيين المشاركين في برامجه. بيت محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي. مرجع للباحثين في التراث الغنائي الخليجي منذ عصر رائده محمد بن فارس. بيت الكرار، بيت الفن اليدوي للحفاظ على جماليات التطريز البحريني. يعبر مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة جسور المحرق إلى المنامة ويؤسس بيت إبراهيم العريض الشاعر والأديب، حيث تقام أمسيات للشعراء من كل مكان. مكتبة اقرأ للأطفال، واحة للصغار يمارسون فيها القراءة والرسم واستخدام الأجهزة الحديثة للعب والمعلومات. عمارة بن مطر، ذاكرة الزمان والمكان لتاريخ لؤلؤ البحرين. بيت القهوة، استراحة بين أروقة التراث لكرم الضيافة. تضفي الحديقة المائية الجمال والحياة والطراوة للأحياء القديمة، وتشكل الحديقة المعلقة فسحة خضراء تعانق الجدران وتشيع البهجة. عمارة بوزبون، مخازن الأخشاب والحبال ولوازم البحر بقيت في ذاكرة السوق وتحولت لمطعم تراثي. يؤرخ بيت النوخذة لشخص النوخذة وطبيعة عمله باعتباره سيد البحارة وقائد تجارة اللؤلؤ في المنطقة. نزل، بيت للضيافة فيه الراحة والبساطة والهدوء. ما أنجز حتى اليوم أثمر لتنمية ثقافية شاملة، ولكن مهمة رفع راية الثقافة والمحافظة على التراث البحريني تستمر لتخط فصولاً جديدة في المسيرة الحضارية لمملكة البحرين. مجالسنا، مراكزنا في أمسنا واليوم والمستقبل.